الله على راح شحال هذه ما تخاصمت انا ويا ولا جبت شي مشكل تهنيت. ايوا على سيدي ربي يكون دار عقله ويبقى هكا هادئ وزويون على الله ما يبقاش يمشي على شي مشكل جديد. فكرتيني في واحد البلان، عطيني مود باس ديال الانستغرام ديالك. مود باس ديال الانستغرام ديالي انا. غتعطيني المود باس ديال الانستغرام ديالك انت. يلا سير دابا واحد 7 ولا 8 ديال الساعات ديال النكير والهضره نون ستوب. مشانا النهار ما غنديروا والو في هذا النهار هذا، جاهزه للنكد، جاهزه للنكير، جاهزه للاكتئاب. يلا دخلي للمعركه. انا راه محقين ناخذ الباسورد ديالك، لحقاش اي كوبل بحالنا كيكون عندهم الباسورد ديال بعضياتهم. اش فيها؟ شوف دابا بلا ما تحتاج تبقى تغمق عليا، لحقاش عارفني من الاول ما عنديش مع هاد البلان ديال نعطيك ماي باسورد تعطيني يور باسورد. راك في الاول كنتي كترمي لي واحد الهضره ديال هاكي حقا شوفي الانستغرام ديالي خلي عندك بقيت تشوفي اللي بغيتي. قلت لك لا راه بيناتنا الثقه وداكشي كيبقى خصوصيات صوره، حتى انا ما غاديش نعطيك الانستغرام ديالي لحقا داكشي كيبقى خصوصيات بلا ما تحمقني في دماغي. شتي انت ما كتثقيش فيا ومهما ما بغيتيش تعطيني الباسورد ديال الانستغرام يعني راك مبلبلاها تما. لا راك انت اللي ما كتثقش فيا. نقولك دابا انت شنو كدير؟ انت كدير لي داك الخطه الاولويه ديالك التكتيكيه المدروسه اصلا واللي انا حفظتها وعرفتك اش كتسوى باش عاوتاني نتسمى انا اللي غلطه ونجي عاوتاني نبقى نرغب فيك. ويا ويلي ويا اختي داكشي مشى يا روح امك. والله لا ديتي، والله اسيدي لا ديتي. اول حاجه انت يا توكسيك وانا وياك سالينا، كتعرفي شنو هي سالينا؟ ميمكنش يا ودي سير ناري على صدمه. انت كنتي كتسني غير فرصه فين نسالي وياكي هادشي كامل حيت قلت لك عطيني الباسورد ديال الانستغرام ديالك. انت ما كتبغينيش انت. لا يمكن جات ما كتعوق عليا تما داك التمثيل ديالك كامل حفظته صافي عاش كاينش عليا داكشي. عاد شنو نسمي عليك توكسيك 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 في ما تضربي قولي توكسيك. سير سير تلعب مع قرارك اولادي سير 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 تعلي صوتك عليا وكتقمقمي في الهضره. فين هي الانوثه؟ انت اصلا ما فيكش الانوثه، انت راه راجل بحالي بحالك. فين السيمو هانيه؟ دابا انت عندك الانوثه هي نحني الراس ونبقى نبرحم لك. انت هو مولاي العابد. سترونغ ومن نيفر جيف اب.